كان صلى الله عليه وسلم عظيم النسب شريفا. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، ويمتد نسبه الشريف إلى سيدنا إسماعيل ابن سيدنا الخليل إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه جميعا. صلوات الله وسلامه عليه. وكان هاشم بن عبد مناف وهو أبو عبد المطلب جد النبي، كان هاشم رجلا كريما شجاعا، استطاع أن يحول مكة إلى مدينة تجارية كبيرة بعد أن كانت موطئا تجاريا بسيطا. يا هاشم، نراك بحماسك الكبير وغيرتك على عشيرتك تريد أن تنقل مكة نقلة تجارية كبيرة. بالفعل، لقد عقدت عقود إيلاف مع قبائل الشام، وستكون لقريش رحلتان، رحلة في الصيف إلى الشام ورحلة في الشتاء إلى اليمن. ما أسعد قريشا بك يا هاشم؟ أدعو جميع القوافل من كل البلدان إلى أن تقوي تجارتها هنا في مكة، حيث بيت الله الحرام والأمن والصدق في المعاملة. ما رأيت أحدا يحب بلاده مثل هاشم بن عبد مناف. وكان هاشم كثير الترحال، وفي أثناء سفره إلى الشام رأى إحدى بنات بني النجار فأعجبته وقرر الزواج بها، وهكذا تزوج من سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار. وقد تركها هاشم عند أهلها وقد حملت بعبد المطلب، ومات هاشم ودفن بفلسطين. لقد مات أبوك يا شيب، مات أبوك. وقد لقب عبد المطلب بشيبة لوجود شعر أبيض في رأسه عند ميلاده. وبعد موت هاشم آلت السقاية والرفادة إلى أخيه المطلب بن عبد مناف، وكانت قريش تسميه الفياض لكثرة خيراته وعطائه. فذهب المطلب به إلى مكة فعاش معه، وعند وفاته آلت السقاية إلى عبد المطلب. وبينما كان عبد المطلب جد النبي صلوات ربي وسلامه عليه نائما، رأى رؤيا عظيمة، وما كانت لتجيء إلا لرجل سيكون له ولحفيده شأن عظيم. هذا الذي رأيته في منامي، ولماذا أنا بالذات من بين رجالات العرب وسادتهم أحفر بئر زمزم؟ أنا أحفر هذه البئر وحدي؟ يا لها من تبعة وشرف، لا يسعني إلا أن أنفذ ما أمرني الله به. ماذا تفعل يا سيد قريش؟ ومن أمرك بحفر هذه البئر؟ هي رؤيا صدق وحق، ولكنك لست وحدك من تملك هذه الأرض كي تحفرها.
وتتصرف فيها كيف تشاء. أنا لا أفعل ذلك من تلقاء نفسي، إنما هي أوامر رب البيت. الماء، الماء، لقد خرج الماء وعادت مير هاجر وإسماعيل عليه السلام. الكنز الذي تفجر من تحت أقدام جدنا إسماعيل سيكون لكل أهل مكة نصيب فيه. اللهم لك الحمد رب الكعبة، رب البيت الحرام، رب السماوات والأرض. سأذبح أحدهم. نعم يا معشر قريش، إن رزقني الله 10 أبناء سأذبح أحدهم. وتزوج عبد المطلب 4 نسوة، ورزقه الله تعالى 10 أولاد، كان من بينهم عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيد قريش، لي رأي أراه حلاً ومخرجاً. قل، قل، هو عجل به. تذهب إلى كاهنة الحجاز، لعل لديها مخرجاً مما نحن فيه. يقولون إن عرافة الحجاز أوصت بفداء لعبد الله بعد ضرب القداح بسهم لعبد الله وسهم للإبل. وماذا لو استقر الأمر على ذبح عبد المطلب لعبد الله؟ ماذا ستفعلين يا هالة؟ وأخذ عبد المطلب يضرب القداح على عبد الله وعلى 10 من الإبل، فإذا خرجت على عبد الله يزيد من الإبل 10، فلم يزل يفعل ذلك حتى بلغت الإبل 100، فوقعت القرعة عليها فنحرت عنه. لما لا تزوج عبد الله يا سيد قريش؟ سنزوج عبد الله بآمنة بنت وهب لنتم الفرحة. أنا أبرهة الملك الحبشي، أنا من لا يجرؤ أحد على منازعة أمري وعرشي. ولكن الملك أرياط. لا تقل ملك وأنا موجود. أرياط ينازعك عرش اليمن يا ملكنا المعظم. فلنتقاتل على عرش اليمن. لي فكرة جيدة. قلها يا وزيري. بدلاً من أن تفنى جيوش الحبشة بينكم، تقاتل أنت وهو فقط. فكرة طيبة تحافظ على دماء المسيحيين. فلنتقاتل أنا وأرياط. يا عتودة. أمر مولاي. إذا رأيت أرياط يقاتلني
فيكاد يقسم ظهري، فاحمل علي واقتله. سمعا وطاعة يا أشرف الناس. فانتصر أبرهة بالغدر وقتل عتودة أرياط، وانضم جنود أرياط إلى أبرهة، واجتمعت عليه الحبشة باليمن فحكم. يا وزير، يقولون إن للعرب بيتا يقال له البيت الحرام. نعم يا أيها الملك. أنا أبرهة الحبشي، النائب العام للملك النجاشي. بنينا القليس لتكون بديلا عن البيت الحرام، ولكن العرب قلوبهم متعلقة بذلك البيت. تعادموا حتى تتحول التجارة كلها للقليس، وقتها ستكون جزيرة العرب سدا جغرافيا منيعا أمام أطماع الفرس. تلميذ نجيب يا وزير. وماذا عن النبوءات بقدوم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يا أخي الإمام؟ رؤيا ربيعة بن نصر ملك اليمن. يا حراس، يا حراس، يا حراس! سمعا وطاعة أيها الملك ربيعة. إيتوني بأكابر الكهنة والسحرة، هيا هيا! سمعا وطاعة. ماذا رأيت من رؤيا يا مولاي؟ بل أخبرني أنت يا سطيح دون أن أخبرك أنا بما رأيت إن كنت صادقا. رأيت عظمة خرجت من ظلمة، فوقعت بأرض تهامة، فأكلت منها كل ذات جمجمة. ما أخطأت منها شيئا يا سطيح، فما عندك من تأويلها؟ وكان تأويلها أن الحبش ستنزل أرض اليمن، ثم يخرج على الأحباش إرم بن ذي يزن من عدن فيطردهم من اليمن. وهل يدوم ملكه؟ لا، سيقطعه نبي زكي. نبي زكي؟ من ولد من؟ من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر. وإلى متى يستمر ملكه؟ يكون الملك له ولقومه إلى آخر الدهر. آمنة هذه أمرها عجيب في كل شيء. لماذا يا مولاتي هالة؟ تقول إنها رأت نوراً يخرج من بطنها يضيء العالم بأسره. أتذكرين يا مولاتي رقية بنت نوفل، والتي كانت ترى نوراً بين عيني ابنك مولاي عبد الله؟ نعم، وأرادت أن تتزوجه، ولكنه تزوج آمنة فدخلها هذا النور. مات عبد الله، مات ابن عبد المطلب، مات عبد الله، مات عبد الله، مات ابن عبد المطلب. يا معشر قريش، مات عبد الله. ترى هل سيصبر عبد المطلب أم يضجر يا شيخنا؟ لقد أصابته مصيبة الموت في ولده عبد الله، وتزامن هذا مع خبر قدوم أبرهة لهدم الكعبة. قدوم أبرهة كان سهلا يسيرا، لأن العرب تفرقوا ولم يجتمعوا لقتاله،
فأصابهم ما أصابهم من عدوهم. مولاي أبرهة، ماذا وراءك يا وزير؟ أخشى أن تهاجمنا قبائل العرب من خلفنا. لا من خلفنا ولا من أمامنا، ولن يأتينا سهم واحد من العرب. ما هذه الثقة يا مولاي؟ اسمع يا وزير، إن أهل مكة أهل تجارة وليسوا أهل حرب. وأهل حمير واليمن يا مولاي لا فرق لهم، فالعرب نائمون عنا. العرب ليسوا أهل قتال، فسر ولا تخف. يا عبد المطلب، يا سيد قريش، لماذا لا تجمع قريش أحلافها وتقاتل أبرهة؟ يقولون إن أبرهة جاء بجيش لا قبل للعرب به. جيش عرمرم قوامه 60,000 جندي و9 أفيال، فانظروا ماذا تفعلون. لئن لم يجتمع العرب للدفاع عن بيت الله الحرام أصابنا الله بنوازل لا قبل لنا بها. والله ليس فينا من جبان ولا خائن، ولكنه الواقع الذي نصادفه. لا قبل لنا بجيوش أبرهة. علينا معشر حمير أن نهاجم جيوش أبرهة مهما كان الثمن. إذا دخلوا بلادنا ذبحوا أبناءنا ولن يبقوا على أحد يد نفر. علينا أن نقاتل أبرهة وفيلة أبرهة. فلنبدأ القتال. فهزم ذو نفر وأصحابه وأتي به أسيرا،
فلما أراد قتله قال له ذو نفر: يا أيها الملك لا تقتلني، فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من القتل. فتركه وحبسه عنده في وثاق. وقال نفيل: أيها الملك لا تقتلني، فإني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي لك على قبيلتي بالسمع والطاعة. فخلى سبيلا. نحن معشر كنانة دبرنا أمرنا ورفعنا رماحنا لقتال أبرهة، وكذلك هذيل ليس لنا طاقة بهم. أتتركهم بعدما أخذوا بعيرك يا سيد قريش؟ أنا حباطة الحميري رسول أبرهة إليك يا سيد قريش. ماذا تريد؟ الملك يقول لك: إني لم آتي لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت. ولا نحن نريد حربا، وما لنا بذلك من طاقة. فانطلق معي إلى أبرهة. لا تذهب يا سيد قريش. أتى إليك عبد المطلب سيد قريش. فليتفضل. أريد إبلي أيها الملك. تريد إبلك؟ أتيت لأهدم بيتكم، البيت الحرام كما تسمونه، وتقول أريد إبلي؟ نعم أريد إبلي، فأنا رب الإبل. والبيت؟ البيت رب يحميه. ما أعجبكم من قول جئت لأقطع أرزاقكم وأحتل بلادكم وأهدم بيتا تقدسونه، ثم تقول هكذا؟ يا حباطة أعطيه إبله. أمرك يا مولاي. وخلوا بيني وبين البيت، سأهدم الكعبة، سأهدم الكعبة. فلما وجهوا الفيل إلى مكة قام إلى جنب الفيل، ثم أخذ بأذنه فقال: أبرك محمود وارجع راشدا من حيث أتيت، فإنك في بلد الله الحرام. وترك أذنه فبرك الفيل. برك الفيل ولم يقم ليتقدم إلى الكعبة. وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال يقوم ويهرول. وبينما هم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه. لا تصيب أحدا إلا صار تتقطع أعضاؤه، ففروا هاربين يموج بعضهم في بعض.
فأما أبرهة فقد رجع وهو يتألم وتتساقط أنامله أنملة أنملة. فلما وصل إلى اليمن انصدع صدره عن قلبه فهلك لعنه الله. للبيت رب يحميه، حمدا وشكرا لك يا رب البيت الحرام. عودوا إلى دياركم آمنين، فلن يجرؤ ظالم بعد اليوم على هدم الكعبة. عودوا أيها الناس فلتهللوا ولتفرحوا. بعد 50 أو 55 يوماً من واقعة الفيل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسون وثناء. في يوم الاثنين 12 ليلة خلت من ربيع الأول، فانظروا ماذا حدث. لبيك اللهم لبيك، أنقذت بيتك الحرام من الجبابرة، فرفعت شأن العرب وأعليت قدرهم. يا أبتي يا أبتي، لقد ولدت آمنة ولدا كالبدر في تمامه، النور يملأ وجهه، جميل مكمل. أتذكر يا أبا طالب حين ذكرت لك أن جارا من اليمن قد أبلغني أن النبوة في قومي ومن صلبي؟ كما أبلغك بهذا سيف بن ذي يزن عندما دخل اليمن. احرص عليه، ولقد سميته محمداً ليكون محموداً في الأرض وفي السماء. محمد، والله إنك لا تعلم أن عبد الله أخي هو أحب إخوتي إلي. تقول سيدتي آمنة إنها رأت نوراً خرج منها وصل إلى قصور بسرى من أرض الشام. يا له من ولد مبارك، وكانت تقول إنها تشم منه رائحة المسك. اصبري يا حليمة، لعل الفرج يأتي. نحن في سنة شهباء مجدبة، وهذه الناقة المسنة لا ترمي بقطرة، وابني لا ينام من الجوع. هيا إلى مكة أرض الخير. يا امرأة بني سعد. أنا حليمة ابنة أبي ذؤيب، أريد أن أسترضع حفيدي اليتيم عندك. وماذا أفعل بيتيم؟ إن ابني هذا يكاد يموت من الجوع. يا ويلتي، ويا له من ذنب، سأعود لهذا اليتيم لعل البركة فيه.
حارث يا حارث. ماذا يا حليمة؟ لقد أقبل على ثديي فشرب حتى شبع، وشرب ولدي حتى شبع. ما هذا الخير؟ ما هذه البركة؟ لقد أخذنا نسمة مباركة. والله إني لا أرجو ذلك. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة على حليمة وأهلها، فشربوا من بعد عطش وطعموا من بعد جوع، وأصبحت أغنامهم شبعا، فحلبوا وشربوا من بركة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ما الذي جعل حليمة وزوجها يسرعان بإعادة النبي إلى أهله؟ يا حليمة، ما الذي جرى لأتانك المعطلة؟ إنها بركة محمد الذي جاءهم من مكة. أكففن عيونكن، أكففن، فإن الصبي طيب رقيق الطباع. ما لك يا حارث؟ لقد بلغ محمد سنتين من عمره، والبركة تجعله أكبر من ذلك، فهل تريد مني أن أعيده إلى أمه آمنة؟ والله ما أريد، ولكن لأهله علينا حق وقد أديناه. يا حبيبي يا محمد، مرت سنتان وأنت بعيد عن بركة التي تحبك أكثر من روحها. يا حبيبي يا محمد، يقتلني الشوق إليك. أما اشتقت لبركة فإني والله لا أقوى على فراقك. فكانت بركة خادمة عبد المطلب تبكي هناك، وحليمة تبكي هنا، ولكن محمدا قد فطم، ولقد شب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ السنتين حتى ظهرت عليه علامات الفطنة والذكاء. يا سيدتي آمنة، لو تركت محمدا عندي حتى يغلط فإني أخاف عليه وباء مكة. فوافقت آمنة على عودة النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة خوفا عليه من وباء مكة. يا أبي يا أمي، إن أخي الكرشي أخذه رجلان عليهما ثياب بيض وشق صدره. لك يا بني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق صدري، فالتمس شيئا لا أدري ما هو. يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله. وخافت حليمة أن تحكي لأمه ما حدث، وأصرت آمنة حتى حكت لها حليمة وهي خائفة مذعورة. وإني تخوفت عليه من الشيطان. حياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالأحداث والنبوآت والمعجزات والكرامات والمحن والمنح، فلم يكن يدرك أن زيارته مع أمه هي آخر لقاء لها به.
فلقد ماتت في الأبواء بين مكة والمدينة، وإنه لأمر عجيب يا شيخنا الجليل. وماذا بعد يا شيخنا الجليل؟ أتعجب من قدر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فأبوه عبد الله جاء من الشام فمرض ومات بالمدينة، وأمه ماتت أيضا وهي عائدة من المدينة، وكأن المدينة هي قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها مات أبوه وبجوارها ماتت أمه، وفيها يحيى النبي وفيها يموت، فما أطيبها من أرض. وهكذا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأب والأم، ولكن الله عز وجل أحاط نبيه بعنايته وأنبته نباتا حسنا لما يليل به من كرامته، فلقد حماه الله تعالى وصانه من صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب، وأصبح جده عبد المطلب هو كفيله صلى الله عليه وسلم. لقد أصبح محمد يتيم الأب والأم، وأصبحت أنا كفيلة، فإذا ما مت من يكفله؟ فوالله إن له لشأنا. ارجع يا محمد، إنه مكان مخصص لجدك عبد المطلب فقط. تعال يا ولدي اجلس بجانبي. حدثني أبي أنه يشعر أن أجله يدنو وأنه قلق على محمد، وقلت له بأنني سأكفله. يا أبا طالب، إن لك أطفالا كثيرين وأنت فقير، ولكنني أحب محمدا حبا جما، وأشعر أنه أحب إلي من أولادي. يا أبا طالب، إن أباك على فراش المرض يرجو رؤيتك ورؤية إخوتك. يا أبا طالب، أبوك على فراش الموت ويريد أن يوصيك بوصية. أبي، من منكم سيكفل محمد؟ أنا يا أبي. بل أنا الذي سأكفل محمد ابن أخي. سيدكم من بعدي هو أبو طالب، وهو الذي سيكفل محمد. احذروا عليه من قومه، فإن آذوه فانصروه، وإن حاربوه فأيدوه، فإنه على الحق. وكانت الأغنام التي يرعاها سيد الخلق ليست كغيرها من الأغنام والماشية التي يرعاها غيره، فلقد حلت بركته صلى الله عليه وسلم عليها، لدرجة أن أهل مكة كلهم تمنوا لو أن النبي رعى لهم ماشيتهم وأغنامهم. وكان طعامه صلى الله عليه وسلم
منذ الفجر حتى غياب الشمس هو التمر والماء. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام. وكان الركب قد نزل بصرة، وهذه صومعة الراهب بحيرة الذي رأى الرسول من صومعته، ورأى غمامة تظله من بين القوم. حتى نزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر بحيرة إلى الغمامة وإلى أغصان الشجرة وهي تميل على النبي صلى الله عليه وسلم. يا معشر قريش، إني قد صنعت لكم طعاما، فأنا أحب أن تحضروا كلكم، صغيركم وكبيركم. والله يا بحيرة، إن لك لشأنا اليوم، ما كنت تصنع ذلك من قبل. فاجتمعوا إلي، وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القوم. ادعوا الغلام فليحضر هذا الطعام معكم. فجعل بحيرة يلحظه لحظا شديدا، وينظر إلى أشياء من جسده كان يجدها عنده من صفات النبي المنتظر. فيأخذ بحيرة يسأل النبي الكريم عن أشياء من حاله، في نومه وهيئته وأموره، فجعل رسول الله يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرة من صفات النبي المنتظر. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما صلة القرابة بينك وبين هذا الغلام؟ إنه ابني. ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ فإنه ابن أخي. فما فعل أبوه؟ مات وأمه حبلى به. صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلده، واحذر عليه من اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لن يسلم من شرهم، فإنه سيكون لابن أخيك شأن عظيم. هو اليوم الذي أخمدت فيه النار التي يعبدها المجوس ولم تخمد منذ 1000 سنة. النار أخمدت، النار التي لم تخمد منذ 1000 سنة أخمدت، والشرفات تتصدع. ما الذي يحدث في هذا الكون؟ ائتوني بالكهنة، هيا. ما الذي يجري بملكي أيها الكاهن؟ يا مولاي كسرى، هناك أمر عظيم. أمر عظيم في ملكي؟ إن إخماد النار بعد 1000 سنة ماذا يعني؟ وانقطاع الماء في وادي السماوة دليل على ماذا؟ وصول صاحب الجمل الأحمر من قبل العرب. من أين جئت بهذا أيها الكاهن؟
موجود في كتاب زرادشت يا مولاي. لن أترك ملكي لأحد أيا من كان. الراهب بحيرة قال هذا عن محمد. نعم، إن محمدا ينتظره أمر جلل. إذا كان هذا فلا بد أن نجلس إلى ورقة ابن نوفل. لقد اختص بحيرة محمدا باهتمامه وأخذ يتفرسه. إن محمدا منذ صغره وهو يلفت النظر. نعم، فهو صادق أمين، منفلق الوجه، أكحل العينين، بشوش. إن كان ما يقولون صحيحا فلعله الناموس الأكبر وخاتم الأنبياء، ولئن أعطاني الله العمر لأتبعنه وأنصرنه. ما لك يا أبا طالب؟ تبدو حزينا. أخاف على ابن أخي من اليهود. وما لنا وما لهم؟ لقد أفزعك بحيرة. لقد شغلني على محمد وأخاف أن أموت قبل. أعطاك الله العمر يا زوجي. أخاف أن أترك محمدا وحده في هذه الحياة الصعبة. ستعيش وتفرح بزواجه وأولاده. آه يا محمد، حملت عمك هما فوق همومه من شدة حبه لك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث أن يذهب لغار حراء فيتعبد ويتدبر ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض. كان صلى الله عليه وسلم يقضي الليالي الطوال في التجرد لله تعالى. يا حرب ابن أمية، إن ما تفعله قيس عيلان من انتهاك للمحارم زاد عن حده. وهذا يدعونا للحرب يا أبا طالب، حرب أنا قائدها. أنت قائد قريش وكنانة. إنهم ينتهكون الأشهر الحرم. وينتهكون الحرم. إنها حرب انفجار. متى تنتهي هذه الحروب؟ أين أنت يا محمد؟ أين أنت؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخامسة عشر من عمره، وكان ينبل على عمومته أن يجهز لهم النبل الأول. كان الظفر لقيس عيلان في أول النهار.
وفي نهاية المعركة كان الظفر لقريش وكنانة. انتصرت قريش وكنانة. انتصرت قريش وكنانة في حرب الفجار. وهكذا يا أخي الإمام صقلت الحروب والمحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمته ودربته على قوة التحمل والصبر. وسيرته الطيبة وحسن خلقه ساعده كثيرا. نعم، حسن الخلق. حسن الخلق هو الرسالة الروحانية التي بعث بها كل الأنبياء. ورغم أن النبي كان طفلا ثم صبيا وشابا، إلا أنه لم يله بالباطل. إنه الحفظ الإلهي، فالله يصنع الرسل على عينه. يا أبا طالب، ما بك يا رجل؟ أنا من زبيل، جئت أبيع بضاعتي بمكة. ولماذا تبكي هكذا؟ العاص بن وائل اشترى البضاعة مني وحبس عني حقها. إلى متى هذا الظلم؟ فلندعو كل سادة قريش لبحث هذا الأمر. واجتمعوا من بني هاشم وبني عبد المطلب وتيم بن مرة، واتفقوا وتعاهدوا في حلف أسموه حلف الفضول، على ألا يجدوا بمكة مظلوما، سواء من أهلها أو غيرهم، إلا قاموا معه ونصروه ورد له حقه. وشهد هذا الحلف رسول الله وقال بعد الرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجد. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث دائما عن القيم وينشرها بين الناس حتى قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. وتنور بها قلبي. كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الناس في مالها وتضاربهم إياه فيأخذون بعض الربح. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أخلاقه وأمانته، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج بمال لها إلى الشام تاجرا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. سار النبي صلى الله عليه وسلم بالقافلة إلى الشام، وكان معه ميسرة خادم خديجة يتابعه. ما أيسر هذا السفر، ما أسهله. أشعر بتفاؤل كبير لأني مع الصادق الأمين محمد. ما أجمل هذا الرجل، سمح إذا باع. ما اسمه يا فتاة؟
محمد بن عبد الله. هل تعرفه من قبل؟ نعم، إنه من بني هاشم، وعمه أبو طالب، ويعرف بالصادق الأمين لأنه ذو خلق حسن، أمين في كل شيء. وأخذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبيع بضاعة خديجة في سماحة وكرم وحسن خلق، مما لفت نظر ميسرة وأعجبه بل وأدهشه. وباع النبي ما باع، واشترى ما اشترى، ثم أقبل قافلاً إلى مكة. ومع اشتداد الحر يرى ميسرة غمامة تظلل النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس. لقد ربحت تجارة خديجة بنت خويلد مع محمد بن عبد الله. إنه لشاب مبارك حسن الخلق. أسمعتم ما قاله ميسرة عن عجائب تلك الرحلة؟ سمعنا وتعجبنا أكثر مما سمعنا. كان محمد تاجرا ذكيا حسن المعاملة مع التجار، ولكن أعجب ما رأيت يا مولاتي خديجة عندما اشتد الحر ونحن نسير، رأيت غمامة تظلله أينما ذهب. وورقة هذا ابن عم السيدة خديجة زوج رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان نصرانيا، وكان قد تتبع الكتب وعلم منها بقدوم نبي لآخر الزمان. فلما حكت له خديجة عما قاله لها ميسرة قال لها: إنه نبي آخر الزمان. وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها فتأبى عليهم ذلك، فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبه، وهذه ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجة، فرضي بذلك وكلم أعمامه، فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه، وعلى إثر ذلك تم الزواج. نحن من سيضع الحجر الأسود. بل نحن من سنضع الحجر الأسود. هل تقبلون بأن نحكم أول من يدخل علينا؟ لا مانع من ذلك يا ابن المغيرة. فطلب النبي رداء فوضع الحجر وسطه، وطلب من زعماء القبائل أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوا. حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده الشريفة فوضعه مكانه صلى الله عليه وسلم. وأول ما بدأ به الوحي هو الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب الله إليه الخلاء، كان يخلو بغار حراء فيتحنث أي يتعبد، وكان يتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. عد معي يا زيد. لله أعود، سأعيش مع محمد. أنا أخيرك، أنا أو محمد. سأختار محمداً، من أكرمني وآواني وعلمني. محمداً
الصادق الأمين. ماذا؟ ولكني والدك وأريدك معي. وأنا أريد محمدا. أنا زيد بن حارثة، والناس ينادونني بزيد بن محمد. فقد اشتراك محمد وخيرك بينه وبين أبيك، فاخترت أن أعيش مع محمد. لقد وجدت في محمد الوفاء والحنان يا زيد، وأصبحت زيد بن محمد. وجدت فيه خصالا لم أجدها في أحد غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ؟ قال: فغطني به، أي ضمني، حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ؟ قال: فغطني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ماذا أقرأ؟ فغطني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني. فقال: اقرأ. قلت: ماذا أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فقرأها ثم انتهى فانصرف عني، وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتابا. فخرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فوقفت أنظر إليه، فما أتقدم ولا أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي، حتى بعثت خديجة رسولها في طلبي، وأنا واقف في مكاني ذلك، ثم انصرف عني. رجع النبي إلى خديجة وقال: زملوني، زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الخوف. فقالت له خديجة: ما لك؟ فأخبرها بما جرى وقال: لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. وذهبت خديجة إلى ورقة تقص عليه ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم، فهتف ورقة:
قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما يقول ورقة. والله يا محمد لتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلم. فبينما النبي يمشي إذ سمع صوتا، فرفع بصره قبل السماء فإذا بجبريل الملك الذي جاءه بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض. ذهب النبي إلى أهله وقال دثروني دثروني، فدثروه أي غطوه. فأنزل الله تعالى قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وتعددت الصور والمراتب التي يأتي بها الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فربما يأتي الوحي برؤيا صادقة، وإما أن يلقي جبريل في روعه وقلبه من غير أن يراه النبي، أو أن يتمثل جبريل رجلاً فيخاطب النبي. وتعددت الصور التي يأتي بها الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يرى جبريل في صورته التي خلقه الله عليها، ومنها أن يكلمه الله بلا واسطة كما حدث في ليلة الإسراء. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا، فكان أول من آمن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فلقد صدقت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فخفف الله بها عن نبيه. كلما كذبه قومه ساندته وصدقت وأخرجته من أحزانه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا لمدة 3 سنوات، وكان أول من آمن من الرجال هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وهكذا آمنت أسماء، وآمن كل أهل بيت أبي بكر الصديق. يا ابن أخي إني معك، أمنعك من قومك إن كذبوك وأؤيدك وأنصرك. وأخذ النبي يشرح لأبي طالب دعوته إلى توحيد الله وترك عبادة الأصنام، وأنه يأتيه الوحي من السماء. يا محمد، لا أستطيع أن أترك دين آبائي وأجدادي حتى لا تعيرني العرب.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وأسلم بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن الرسول، وأسلم من الفتيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. وأسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه. ما هذا؟ مولاي أمير، ماذا تريد؟ لقد رأيت بلالاً وهو جالس مع محمد. إن كان هذا صحيحاً لأذيقنه العذاب الأليم. أين كنت أيها العبد؟ مولاي، كنت في الجوار. لقد سمعت أنك جلست مع محمد. نعم يا مولاي. لقد آمنت بالله وبنبيه. ماذا تقول؟ إن لم ترجع سأذيقك العذاب الأليم. لن أرجع يا سيدي. أبو بكر أعلن إسلامه يا عمار. أرأيت يا زيد، أبو بكر التاجر ذو الخلق يدعو من وثق به من قومه إلى الإسلام. فأسلم بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام. وأسلم على يد أبي بكر الصديق عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. فكان هؤلاء هم الثمانية الذين سبقوا بالإسلام فصلوا وتصدقوا. ثم أسلم أبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم. وأسلم عثمان بن مضعون وأخوه قدامة وعبيدة بن الحارث وسعيد بن زيد بن عمرو وامرأته فاطمة أخت عمر بن الخطاب وأسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر وهي يومئذ صغيرة ومجموعة أخرى من كبار الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم أجمعين. لا أدري ما الذي يجري في قريش يا هند. لقد تفرقت قريش يا أبا سفيان، تفرقت بسبب محمد وأصحابه. لو اتبعت دين محمد لتساويت مع عبيدي. ولأصبحت أنا وأمتي سواء بسواء. من يزيح عنا هذه الغمة يا أبا سفيان؟ إنها مجرد بدعة ولسوف تنتهي، شاء من شاء وأبى من أبى. خديجة ستصبح سيدة هذا القوم إذا انتصر محمد بدعوته. بلال بن رباح سيصير مساوياً لأبي لهب إذا انتصر محمد. أموال الحج وتجارة الأصنام في مكة ستنهار إذا انتصر محمد. الظلم هو من يقوينا ويرفعنا فوق العبيد.
جاء به محمد لهلكنا. لا، لن ينتصر محمد، لن ينتصر. ما الذي يفعله هؤلاء الذين كفروا بآلهتنا؟ هيا نقاتلهم. واتجه المشركون نحو الصحابة وهم يصلون، فقام سعد بن أبي وقاص وأمسك بلحى بعير فشج رأس المشرك المعتدي. فكان سعد بن أبي وقاص أول من أسال دما في سبيل الله. دماء، دماء، لن نتركك أنت ومحمدا حتى تخرج من مكة كلها. سأمنع قريشا من أن تظهر على ابن أخي، فامضي يا محمد في دعوتك كما أمرت. ماذا نفعل في محمد وأصحابه؟ فلنعرض على أبي طالب أن يسلمنا محمداً أو ينازلنا فيكسب أحد الفريقين. ابعثوا إلى أبي طالب لنتشاور، ولكننا لن نخذل آلهتنا. أجل؟ وهكذا بدأ الصراع الأبدي بين الحق والباطل. فأما من اختار الحق فقد اختار السعادة، وأما من اختار الباطل فقد اختار الشقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. وصلت رسالتك يا نبي يا
حبيبتك رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا غالي وحبك ملينا في قلوبنا وعنينا ما انت اللي بيك فرح الحزين وعالصراط مادت ايدين بنقول وراك مليون امين عالجنة ودينا وصلت رسالتك يا نبي سيظل ذكر ما جرى للنبي الكريم من قومه وتربصهم به محفوراً في التاريخ، كيف آذوا وكيف كفروا بما جاء به من الحق. حين عرفت قريش أن أبا طالب لن يخذل النبي صلى الله عليه وسلم ابتكروا فكرة غريبة غير مسبوقة. يا أبا طالب، إن نراك تقف إلى جوار ابن أخيك. إنه ولدي وأنا مانعكم من أن تطالوه بأذن يا أبا الحكم. ولكننا لا نصبر على سبه لآلهتنا. إنكم من تبدأون بعداوته والاستهزاء منه يا أبا لهب. يا أبا طالب، إننا لن نصبر على سب آلهتنا وما يفعله محمد بنا، فسلمه لنا تسلم. ماذا سنفعل مع أبي طالب ومحمد؟ إن قتلناهم أشعلنا نيران الحرب، وإن سكتنا ضعنا وضاعت هيبتنا. ماذا ترى يا أبا سفيان؟ إن محمدا جاء بدين يساوي بين السادة والعبيد ويساوي بين الأبيض والأسود، ولا يأمر بوأد البنات ولا قتل النفس من إملاق. جاءتني فكرة عسى أن يرضى بها أبو طالب. ما هي يا ابن المغيرة؟ تعالوا معي. يا أبا طالب، جئناك بعمارة ابن الوليد، أنهد فتى في قريش وأجمله. فخذه لك ابنا وأسلم إلينا محمدا. أسلم إلينا من خالف دينك ودين آبائك وفرق بين الأب وابنه. أتعطون ابنكم لأربيه لكم؟ وتعطينا محمدا. وأعطيكم ابني لتقتلوه؟ فإنما هو رجل برجل. والله لبئس المساومة. لقد أنصفناك يا أبا طالب. والله ما أنصفتموني، فاصنعوا ما بدا لكم. يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كلاما، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن عمه خذله وأسلمه وأنه لن ينصره، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بكى أبو طالب وقال: يا محمد، أقبل، أقبل يا ابن أخي، اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لهم أبدا. رفض أبو طالب ما يقولون ونهرهم: يا لهفي عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا بني هاشم، يا بني هاشم، أدعوكم لمنع قريش عن محمد والقيام دونه. كلنا مع أبي طالب ومحمد، كلنا مع أبي طالب ومحمد. إن ابن أخي الصادق الأمين عاش فيكم سنين طويلة، لم يكذب، لم يخدر، وهو ليس بكاهن ولا شاعر ولا ساحر. كلنا معك، نمنع محمدا ونحميه. إنما يفعله محمد كذب وضلال يا أبا الحكم. نعم، وقد قلاه ربه. لو انتشر دينه وساوى بين السادة والعبيد لهلكنا. وضاعت تجارتنا من سقاية ورفادة وبيع أصنام، وأفلسنا ولم نعد سادة كما كنا. حتى لو كان محمد على حق فلن نتركه يساوينا مع عبيدنا وخدمنا. ثم هو يبدل دين الآباء والأجداد؟ لا تقلق، فأبو لهب له بالمرصاد. وبدأ تعذيب المشركين للضعفاء من المسلمين، وهذا بلال يضعون فوقه الصخرة العظيمة. اكفر بمحمد، نعطيك ونلبسك الحرير والذهب. أحد أحد، سينالك العذاب الأليم، ارجع لآلهتك. أحد أحد، لن نرحمك حتى تعود يا أسود الوجه. أحد أحد. وهكذا تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم الأذى مع أصحابه الصابرين المحتسبين. ثم جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وخرج إلى جبل الصفا. يا بني فهر، يا بني عدي، حتى اجتمعوا فجاءه أبو لهب وقريش. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ نعم، ما جربنا عليك إلا الصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. ولما اشتد تعذيب المشركين للمؤمنين لم يكن في يد الرسول ما يفعله سوى أن أوصاهم بالصبر. ولم يقف المشركون عن التشكيك في القرآن والتشكيك في صدق النبوة
والتشكيك في الوحي وتحريض قريش على محمد ومن معه. وها هو الوليد بن المغيرة يقول في القرآن ما أدخله في الوعيد: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر محمد. نقول للناس إنه كاهن. والله ما هو بكاهن، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. نقول إنه مجنون. نقول شاعر. لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه، وما هو بشاعر؟ نقول ساحر. ما هو بساحر؟ لقد رأينا السحرة وليس كمثلهم. فماذا تقول أنت يا أبا الوليد؟ أقرب القول أن نقول ساحر. في الوليد بن المغيرة أنزل الله تعالى قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. وانطلق القوم يشوهون الإسلام ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه لساحر يفرق بين المرء وزوجه، لا تتبعوا دين محمد. لا تتبعن محمدا فسوف يهدم عليكن بيوتكن. وإلى ما يدعو محمد؟ يدعو إلى الكذب والزور وترك عبادة آلهتنا. وبماذا يعد من يدخل دينا؟ لا شيء، لا شيء على الإطلاق، بل يساوي بين العبيد والسادة. نعم، وبين الأمة ومولاتها، وبين الأسود والأبيض. وهل دخلت النساء في دينه الجديد؟ الإماء فقط، الإماء، أما الحرائر فلا. ولكن سمعنا أن زوجته دخلت في دينه. إنها مثله وتريد ملكاً لزوجها. وفي سوق عكاظ يقف النبي مع التجار يدعوهم إلى الهدى وترك عبادة الأصنام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. لا تصدقوا محمداً، لا تتبعوه، إنه ساحر، إنه صابع. ويدخل إليهم في منازلهم ليدعوهم إلى الهدى ويبشرهم وينذرهم لقاء ربهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هل تصدق محمدا يا أبا سفيان؟ اسمع يا نضر يا ابن الحارث، لقد ذهبت إلى اليمن. نعم، في تجارتك. وقابلت راهبا وقال لي إن محمدا هو النبي المنتظر. وماذا كان ردك؟ قلت لن أؤمن به حتى ولو كان هو النبي المنتظر. يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد لأكلمه؟ اعرض عليه المال والملك يا ابن ربيعة. قم إليه يا أبا الوليد فكلمه، وإذا رفض فلدينا بدائل أخرى. وما هي يا أبا لهب؟
سنقولها في وقتها يا أبا الوليد. لابد أن نقضي على هذه الدعوة وبأي ثمن. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد حتى جاءه عتبة بن ربيعة. يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة والمكانة في النسب. ورسول الله يستمع إليه بكل هدوء وترحاب. وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، فاسمع مني أمورا أعرضها عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، أسمع. إن كنت تريد المال جعلناك أكثرنا مالا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع لعتبة: وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت مريضا طلبنا لك الطب حتى نبرئك من مرضك. حتى إذا فرغ عتبة والنبي يستمع منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ نعم. قال النبي: فاسمع مني. أفعل. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. صدق الله العظيم. ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. ما هذا الكلام الذي يتلوه محمد؟ والله ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. واللات والعزى، لقد جاء عتبة بن ربيعة بوجه غير الذي ذهب به. يا معشر قريش، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه. سحرك والله يا أبا الوليد، سحرك بلسانه. وعرضت قريش على محمد عرضا جديدا لعله يترك دعوته. لقد عرضنا على محمد أن نعبد إلهه عاما ويعبد إلهنا عاما فأبى. وعرضنا عليه أن نعبد ما يعبد وأن يعبد ما نعبد فأبى. ونزلت بعد رفض النبي صلى الله عليه وسلم لهم سورة عظيمة. ونزلت سورة الكافرون. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين الركنين اليماني والأسود، جاءه أبو جهل يحمل حجرا كبيرا. سأقتل محمدا وهو ساجد في صلاته. من الذي يحميك منا يا محمد؟ من الذي يمنعك ويحيطك برعايته؟ لن نؤمن بك يا محمد، لن نؤمن بك. يا إلهي، أيها الإله، أسألك أن تزوج ابنتي جويرية
بأمير أو ملك. ولكني لا أريد الزواج بأمير يا أبي أسعد. كيف يا ابنتي؟ أريد لك زوجا ملكا. كم تزوجت فتيات بملوك فطلقوهن أو عذبوهن. الماء يا سيدي أسعد. أيها العبد الأسود، لما تأخرت؟ كان الحمل ثقيلا. أيها الأعرج، أغرب عن وجهي. أما من مخلص للعبيد من ظلم سادتهم، أما من منقذ لنا من قسوة الحياة وذلها. أما من رجل عادل يحكم فيساوي بيننا فنعيش حياة كريمة. لقد شربنا كؤوس الذل حتى مل الذل منا. مولاتي جويرية، جئتك بطعام يا عابد. وهل للعبيد من طعام سادتهم نصيب؟ لقد تربينا سويا ونحن صغار يا عابد. كنا صغارا يا مولاتي. أحس أن ميزان الكون سيعتدل ولن تظل الأيام كما هي عليه. لا أحد يدري ماذا تحمل الأيام يا مولاتي، خيرا أم شرا. يا عابد، وظل الوحي يتنزل بالقرآن تباعا، وبدأت الدعوة في الانتشار حتى دخلت بيت أبي طالب وأسلمت زوجته فاطمة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فاطمة، زوجي الحبيب. أراك تقولين مثل ما يقول أصحاب ابن أخي. لقد أسلمت كما أسلم علي ابني يا أبا طالب. لست وحدك من أسلم، فلقد أسلم أخي حمزة. أسلم حمزة؟ كيف؟ سأروي لك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصفا، فمر أبو جهل ونال من النبي وشتمه وعاب دينه، وواجهه قائلا: ماذا تفعل يا من تكذب على قومك، يا من تبحث عن الشهرة؟ وكان حمزة عائدا من صيد له يمسك بقوسه، فقابلته امرأة كانت قد رأت هذا الموقف فنادت: مولاي حمزة. فقال لها حمزة: ماذا بك؟ فحكت له المرأة ما حدث من أبي جهل تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم ماذا فعلت بمحمد؟ نعم، لقد أهنته يا أبا الحكم. فإني قد سببت ابن أخيه سبباً قبيحاً. فرد عليه حمزة: أتسب محمداً وأنا على دينه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فعرفت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع.
ومع شدة إيذاء قريش للمسلمين؟ لقد تأخر الوحي عن رسول الله وهو الآن حزين. اللهم فرج كرب رسول الله. لقد اشتراني وتبناني وأسلمت على يديه. أعرف يا زيد أنك لا تحب أن ترى الرسول حزينا، لكن خديجة تعينه وتواسيه. وكان انقطاع الوحي ليذهب ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم من الروع والخوف. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح نبيا معرفة اليقين، كان يصعد إلى رؤوس الجبال حزينا. هل تظن أن محمدا مجنون أو ساحر أو شاعر يا أبا لهب؟ محمد يقول إن الوحي يأتيه من السماء، أليس كذلك؟ نعم. فكيف إذا انقطع عنه الوحي؟ سيكذبه الناس. إذن فعلينا أن نصبر. وماذا لو أصر محمد على أن دينه هو الحق؟ لا تضيع الوقت بالشك، فهم قلة، وحتى لو كان الحق معهم فلن نضيع هيبتنا وأموالنا ونتساوى مع عبيدنا، فقد ولدنا سادة وسنظل سادة إلى أبد الدهر. كان يصعد إلى رؤوس الجبال حزينا، فيتبدى له جبريل فيقول: يا محمد، إنك رسول الله حقا. فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، وتكرر هذا كثيرا حتى عاد الوحي. ثم نزلت سورة الضحى، والتي ردت على الكافرين الذين قالوا إن رب محمد خلاه وتركه. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله العظيم. يا عتبة. سمعا وطاعة لك يا أبي. يا عتيبة. تأمر يا أبي. رأسي ورأساكما حرام إن لم تطلق ابنتي محمد. سأطلق رقية الآن، فلن تكون لي زوجة. ما دام أبوهما يسب آلهتنا، فأم كلثوم طالق حتى يعرف محمد ما يفعل بنا. ها هي القاذورات والأشواك، قد وضعتها في طريق محمد، فلعلها تصيبه فتؤذيه، أو لعلها تكون السبب في هلاكه حتى نستريح منه ومما يزعمه. أين أنت يا محمد؟ أين أنت؟ ويمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم ولا يعلق، فهو مهتم بالدعوة لا بأعدائها، مصمم على هدفه في توصيل وإبلاغ الحق للناس كافة. كان بيت أبي لهب ملتصقاً ببيت النبي، وكان يكثر إيذاءه وعداوته، حتى كان يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر حتى يدمي قدميه. هل أسلمت مع محمد يا مصعب؟ نعم يا أمي،
وأدعوك للدخول في دين الله. تدعو من يا سفينة؟ تدعوني أن أترك دين الآباء؟ والله إنه الحق يا أمي. من الآن لن تعيش في رفاهية كما كنت. من الآن ليس لك سوى الجوع. أخرج من بيتي، هيا. أدعو الله أن يهديك الصراط المستقيم. ولما سمعت أم جميل زوجة أبي لهب بما جاء في حقها في سورة المسد، أخذت حجراً وذهبت تبحث عن رسول الله محمد. يصفوني بحمالة الحطب. بهذا الحجر سأقضي عليك يا محمد. ولكن أين أنت الآن؟ كيف لي أن أجدك؟ لن يهدأ بالي حتى أجدك وأقتلك بهذا الحجر، فأكون أنا من وضعت نهاية لك. أين أنت يا محمد؟ أخبريني أيتها المرأة، ألا تعرفين أين محمد؟ أعرف، أعرف، إنه في المسجد، إنه في المسجد مع أبي بكر. يا أبا بكر، أين صاحبك؟ لقد بلغني أنه يهجوني، فبلغه عني. مذمماً عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها تراك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. وفيها نزل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أنا في رعب يا سعيد، احذر أن يرانا أحد، احذر. قال سعيد: اللهم اصرفهم عنا. سيجعل الله بعد خوف أمنا يا فاطمة. مولاتي فاطمة احذري. اختبئي يا عمتي صفية. لهفتي عليك يا محمد، لهفتي عليك. والله إن الله لناصره، والله إن الله لناصره. اللهم اهد قلب أبي طالب للحق. منذ أن أسلم حمزة أخي وأنا أدعو لأبي طالب بالهداية. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويربيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكانت بداية الإشارات في أواسط وأواخر السنة الرابعة من النبوة، ثم اشتدت في السنة الخامسة ونزلت سورة الزمر، وفيها الإشارة إلى الهجرة. وأمر رسول الله المسلمين بالهجرة إلى الحبشة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون مخافة الفتنة وفراراً بدينهم.
وبدأت فكرة الهجرة تأخذ طريقها إلى الدعوة. وكانت الحبشة هي أول بلاد الهجرة، وفي رجب سنة 5 من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة، وكان مكوناً من 12 رجلاً وأربع نسوة، وكان رئيسهم عثمان بن عفان، ومعه السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. يا لفضل الله ورحمته يا أبا سلمة. ماذا يا مصحف؟ لقد رزقنا الله بسفينتين. نعم والله، لقد من الله علينا. يا عباد الله، سنبحر إلى الحبشة على هاتين السفينتين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وكان ممن خرجوا أبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهل. والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة وأم سلمة، وعثمان بن مظعون، وعامر بن ربيعة، وغيرهم من الصحابة الكرام. فخرج عند ذلك المسلمون مخافة الفتنة وفرارا بدينهم. كيف هاجر هؤلاء الصابئون إلى الحبشة؟ كيف؟ خدعونا وتسللوا في ظلام الليل. يا لها من فضيحة ستعايرنا بها العرب. سنرسل في طلبهم من النجاشي. وإذن من نرسل إلى الحبشة ليأتينا بهؤلاء المارقين؟ عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. سنذيقهم من أصناف العذاب ما لم يروا من قبل. ولما أمن النجاشي المسلمين على دينهم وعبادتهم لحق بهم كثير من المسلمين، ومنهم جعفر بن أبي طالب
رضي الله عنهم أجمعين. حتى بلغ عدد المسلمين المهاجرين إلى الحبشة 83 رجلا. عمرو بن العاص مهلا، أريد أن أصل الحبشة أسرع من البرق يا عبد الله. هل تطمئن لديك شيء؟ فقد لا يقبل بتسليمهم لنا. سيسلمهم لنا، ثق في ابن العاص. هيا. شكراً لكما على هداياكم. أيها الملك، إنه قد جاء إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا دينك، فأسلمهم إلينا. لا والله، لا أسلمهم إليكما، فقد وثقوا بي ولن أضيعهم. ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من أنت؟ أنا عماد، عربي عاش في بلاد العجم. وما جاء بك إلى هنا؟ كنت أبحث عن محمد. من محمد؟ رسول الله. رسول الله؟ اخفض صوتك يا هذا. أنا عابد. أرأيت لو أن الله بعث فينا رجلا ليساوي بين الأسود والأبيض؟ ماذا؟ وبين السادة والعبيد؟ ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. من هذا؟ ومن هو؟ محمد جاء بوحي من الله. الله؟ الله من؟ الله الواحد الأحد الفرد الصمد. وماذا يريد منا؟ أن ندخل في الإسلام. الإسلام؟ وكيف أدخل؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والأصنام؟ تترك عبادتها وتؤمن بالله ورسوله. الخلاص، الخلاص، هل جاء الخلاص؟ ما هذا الدين الذي فارقتم به دينكم ولم تدخلوا في ديني؟ فتقدم له جعفر بن أبي طالب وقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، حتى بعث الله إلينا رسولا منا أمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا وأن نؤدي الأمانات، ونهانا عن الفواحش وقول الزور. ثم عدد عليه أمور الإسلام من صلاة وعفاف وعدل وصلة أرحام. هل معك شيء مما جاء به عن ربه؟ فقال جعفر: نعم. فاقرأ علي. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم: هذه هي النهاية يا أبا لهب. هل ما قاله فينا محمد هو الحقيقة المرة التي تنتظرنا؟
هو هذا العذاب الأليم الذي يحيط بنا الآن. لقد ضاقت علينا الأرض بما رحبت. مات الولد ومرض الزوج، وما عاد علينا من عدائك يا محمد غير المذلة والهوان. ماذا تريد منا يا محمد؟ ماذا تريد منا؟ وهل الحق سيلتف حول جيدي حبل من نسد؟ حقا يا محمد.